بس الحاجة كانت جميلة جدا بصراحة، وبعدين لقينا دنيا متألقة فيها وكنا مستنيينها من زمان يعني بصراحة. أنا سعيدة اليوم أني أحضر عودة قوية إن شاء الله. أنا بقول لدنيا سمير غانم أن أنا بحبها قوي وأن أنا نفسي أتصور معاها قوي. حلوة قوي، بنصح صحابي أنهم بجد يجوا يتفرجوا على المسرحية. بحبك قوي يا دنيا جدا. المسرحيه تحفه جدا جدا، وانا اصلا بموت في دنيا سمير غانم. حلوه جدا والله، اول مره انا اكون في المسرحيه هذه وعجبتني مره. نفسي انا اتصور مع الفنانه دنيا سمير غانم والفنان الادير الكبير بيومي فؤاد. اكبر تحيه ليك يا فنان. المسرحية روعة، دنيا سمير غانم عاملة أداء عالي، بيومي فؤاد بصراحة، التيم كله كريم، كل الناس، أستاذ سامي مغاوري، كل الناس رائعة ما شاء الله عليها. مسرحية جميلة جدا، واحنا ضيوف من اليمن أول مرة أحضر مسرحية. المسرحية كانت حلوة لحد دلوقتي يعني، وبيومي فؤاد عامل شغل جامد. جميلة جدا مسرحية، مسرحية حلوة جدا جدا بجد. مبروك لكيمز، مبروك لاستاذ خالد جلال طبعا، العرض حلو جدا. استاذه مروه عوده، انستونا خطوه اللي هي كتجربه كبدايه جميله جدا. انا بحب دنيا جدا، ويعني اول ما عرفت ان دنيا عامله مسرحيه كان لازم اكون يعني من اول الناس اللي اشوفها. هايله جدا جدا، ثانك يو سو ماتش، ات واز اميزنج، يعني احنا اتبسطنا قوي قوي قوي.